خلو تردوا عني. فاللي اول مره غادي يشوفني ما تنساوش دير سبسكرايب ولايك وضغطوا على الجرس. فاليوم غادي نغير المحتوى ديال القناه وغادي ندير الامينيشن. غادي نقف الرسم ولكن غنغير الطريقه ديال الرسم. غادي ندير الامينيشن. الامينيشن هي عباره على رسم متحركه. رسوم متحركه يعني كتاخذي شخصيات وانت اللي كتحركيهم. فهاد الفيديو اللي غنعرض لكم دابا مصيبه انا ومن الهاتف يعني الصوت ديالي وكل شيء. فإلا بغيتوا الطريقه ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك وتوصلوني 200 مشترك ورا غادي نوريكم الشرح وصافي. وتابعوا معنا الفيديو وما تنساوش حد لايك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ قررت اليوم ابدا في هوايه الرسم. بدات يوم كنت ابحث في الانترنت ووجدت كثير اناس يعملوا الانيميشن، وكان كثير صعب علي اعمل فيديو احرك فيه شخصيات معينه. لكن تعلمت. فلا تنسوا لايك وشاركوا في القناه لكي اعمل لكم شرح مبسط ان شاء الله. فالان راح اعرض عليكم شخصيه مره احبها راح تكون معنا في اول الفيديو. يلا اخرجي. معكم قطتي لوسي، مره احبها راح تكون معايا في اول الفيديوهات. الان راح اودعكم الى الفيديو الجاي. استودعكم الله.